اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعطيكم العافيه جميعا. معكم اوكي بي من فريق اس اس كي بروس. اليوم ان شاء الله لنا عوده بورزون 10، اول مباراه عندنا في السنجلز بي ام زي ضد سعود سونيك. روزالينا اعتقد بالدارك بيت. بي ام زي اول مره يشارك معنا هنا في الدوره، وصراحه اني ما شفته يلعب من قبل فما عندي فكره بالضبط شلون ستايله. سعود سونيك واحد من الرايزنج ستارز، شاب لطيف، ما يعني تعودنا انه يبدل مينات، لكن اخيرا استقر على روزالينا. وشوف الفتره الاخيره وايد ما شاء الله عليه مؤدي زين. الاسبوع اللي فات قدر يوصل اعتقد مركز سادس او شيء كذي، واداء ما شاء الله عليه وايد متحسن في السنجل وفي الدبل. فاول جيم راح نشوف روزا ضد دارك بيت. جنرالي يعتبر الماتش اب حق روزالينا، لان هي ككاركتر جدا ديفنسيف، وعندها طبعا لوما يعني ميت شيل قدامها تمتص الطقات، عندها ايدج جارد وايد حلو. دارك بيت يعني ككاركتر اول اراوند وايد زين، عنده وايد تولز يتعامل مع اي سيتويشن، فما هو ماتش اب سيء يعني. ولكن في نفس الوقت نقدر نقول ان روزا شويه يعني هني عندها ايدج على دارك بيت، خصوصا ان دارك بيت في ريكفري ماله ما عنده هيت بوكس، تقدر تعطي ايدج جارد سهاله. بس بنفس الوقت ايضا روزا ما عندها هيت بوكس في الرده، فممكن هو يعني يقدر يسوي شويه شنانجنز، ولكن ما يقدر يعني طبعا يعطي ايدج جارد مثلها، لان الليدج تراب مالها والايدج جارد وايد قوي. وحق الشباب اللي اول مره يتابعون معانا، لما نقول ليدج تراب نقصد انه تحت الخصمك في الزاويه وتحط عليه بريشر، بحيث انه اذا بيرجع الستيج دائما الطقه وتطلعه برا، او انه تقصب انه يرجع بطريقه انت تبهدله فيها. فالحين ان شاء الله اتمنى ان شاء الله نشوف لعب طيب من الطرفين. اول جيم بنروح فانا ديستنيشن، فحاليا ماكو بلاتفورمات عشان ينحشوا لها بريكفري، معناته الرده غالبا راح تكون عند الزاويه، هذا شيء لازم نراعيه. نبلش الحين نيوترال ظريف للاثنين، جاب من روزالينا وشويه بريشر. بي ام زي من كبدايه يعني مورينا شويه ديسكلت، قاعد يعني يحاول انه يبعدها شويه اروز عشان يدمج اللومه. نايس يوسج حق الداون سماش. داون سماش حق الشباب اللي يعني ما يعرفون عن دارك بيت، تطلع فريم 5 اعتقد اذا ما خبر، فريم 5 او فريم 6 جدا سريعه وحيل ابيوزبل فعليا. يعني معظم سماشات فيت وايد سريعه وعليها يعني اندلاج قليل. طبعا بي ام زي ما شاء الله عليه مبين انه عارف كيف يتعامل معاه، لان ما شاء الله يعني على طول ذبح اللومه وحاليا بريشر خيالي، مع انه يعني قاعد نشوف والله وايد سماشات لكن يعني قاعد تمشي معاه. اوكي اشوه حسبته راح يطلع برا. سعود قاعد يحاول انه يعني يرد توازن الجيم، يرد مره ثانيه على النيوترال، حصل اوف ستيج. ها نايس، استخدم الارض بطريقه حلوه انه ثبتها عند الليج، بحيث انه ما يقدر يستخدم اللوم عشان يحتره ورد للستيج. حلوه فرد ماش حلوه يطيرها بعيده، لكن ما زالت لومه حيه. لومه هي اخطر شيء موجود في روزالينا عموما في التعامل مع روزالينا. اهم شيء تفكر فيه انك تذبح اللومه وبعدين تفكر شلون تتعامل مع روزا نفسه، خصوصا ان روزا من دون لومه يعني صعب انها تذبح. اوه حلوه سايد بي، سلام داش اتاك ويقضي على اللومه، مبين ما شاء الله عليه فاهم شلون يتصرف مع روزا، يعني مو غريبه عليه، مع ان الدمج اللي عليه وايد عالي، لكن في نفس الوقت هذا الادفانتج عنده هو حاليا، هو اللي مسيطر على الستيج. صعب انه سعود يرجع. اوه حسافه، لو بس صادت الدونه هذه كان جارنتي يقدر يسوي شيء. الحين الادفانتج عند سعود، هل يمنعه؟ حلوه ايدج جارد، عفوا ليش تراب جميل بالباكر صاد الريجلر جيت اب. معظم اللاعبين اللي يعني متعودين انه يسوي الريجلر جيت اب ما يعني ما يستوعبون انه اذا سويت جيت اب عادي اللي هو لما تتعلق تضغط بس على قدام وتصعد على طول من دون ما تهجم من دون ما تسوي، هذا عاده يكون اللاج ماله خفيف ويمديك تصعد، لكن اذا كان برسنتك فوق ال 100 الانيميشن يتغير تصير تخدر اكثر. فهني سعود كان منتبه حق الشغله هذه واحترى بطريقه حلوه، بحيث انه لما سوى الباكر قدر يغطي اكثر من اوبشن، لو انه مرول كان راح يطقه، لو انه مسوي اتاك راح يطقه، بما انه سوى جيت اب عادي ايضا صاده. طبعا ردينا مره ثانيه ما شاء الله عليه، يعني ايضا مو معطي اللومه فتح حق نفش. حلوه هالمره ما انطق من الداونير وصادف باللاندنج. لاحظ ان روزالينا سريعه في الارض، الاير دوج مالها شويه متعب، رولها متعب، لكن اذا كانت فوق اللاعب سهل انك تصيدها لانها فلوتي. هذا اللي يفرقها بين يعني الفرق بينها هي وبين كاركترز مثل ميتا نايت، شيك، بوت، ذولاك يطيحون بسرعه يوصلون الارض، لكن كاركترز فلوتي مثل روزالينا فلوتي اخف مثل دارفيد، تلاحظون انه يعني يطول اكثر على ما يوصل الارض. وفور سماش تنهي الجيم، وهذا الجيم الاول يروح حق بي ام زي. ما ادري اذا اقول ابسط، بس الصراحه فعلا ابسط، يعني ما شاء الله عليه اول جيم اشوفه الصراحه يلعب اون ستريم، ولكن ما شاء الله عليه فاهم شو اللي قاعد يسوي.
طيب معلش، الجيم الثاني ان شاء الله راح نكون على باتل فيلد. ما شوف تغيير من اللاعبين، انا ما شوف انه يعني سعود يعني اخطا في لعبه كثر ما انه يعني انه مو متعود على اللعب الاجريسيف من بي ام زي. بي ام زي ما شاء الله عليه جدا ريلنتلس، الريال واثق انه اذا طق حتى يعني يبي يضمن انها تعذب لو سمحتي. لا اشوف ايش تبدي الستيج، لا ما شاء الله عليه اويرنس وايد حلو ضد روزا، و يعني صراحه محل طقاته حلو. ف نايس سعود من طرفه يعني احس انه ودي اشوفه شويه يكون ايوه كذي اجريسف، مو مشكله حتى لو تنطق اللومه انت دش اللومه مجرد ميت شيلد يعني. لو بس رد شويه لكن حلوه. اوف بشوف شيء ما حسافه ما حصل سيت اب. نير روزالينا شويه غريب يعني حق الشباب اللي ما مر عليهم روزالينا عشان تلعب كشخصيه، كل طقه تسويها روزا تسوي معاها لومه اكشن نفسه. يعني مثلا اذا روزا سوت نيوترال اير لومه راح تسوي نيوترال اير ثاني، اذا روزا سوت اب اير روزا راح تسوي اب اير، لكن فريماتها مو بالضبط تكون نفس الشيء. اب اير روزا غير عن اب اير لومه، الانجل الدمج الانتانجبيلتي فريمز كلها اشياء تختلف. النير مالت روزالينا لومه تطق هيتين مو هيت واحد. اوه فور سماش ياخذه حلوه. انتبه انه حاب انه يسوي ريكفري بالسايد سماش سايد بي عفوا لان فيها ارمر، ولكن انتظر في نهايتها. وها يحكره، لا ما شاء الله الجيم هذا جدا سيت بلاي ما بداني اتكلم. ف نير روزالينا مثل ما كنت ابي اقول ان الهيت الاول يدزك صوب روزا، الهيت عفوا الدز الاول يدزك بعيد، الهيت الثاني يجيبك صوب روزا الصوب اللي قاعد طالع روزا. فاغلب الوقت روزا تبي تصيد الاير دوج بالهيت الثاني من لومه عشان تقلبك وتكمل عليك. فالحين في الجيم الثاني صراحه اجستمنت وايد حلو من سعود سونيك، طبعا اختيار موفق في الستيج ان كل البلاتفورمات هذه موجوده قاعد تعطيه تشانس انه اذا سوى الاب بي انه يسوي له مكسب. هل بروح عند البلاتفورم؟ ممكن اروح عند البلاتفورم وبعدين اسوي تروب انزل منه. حلوه جاب 2 بعدين سوى لها كانسل. روزالينا عندها تكنيكين اساسيين اللي هو انه جاب 2 من لومه تقدر تكنسله باي شيء تبي مثل سماشز ايريالز، او تقدر تكنسله ب او عفوا تقدر تسوي شغله ثانيه يسمونها اللونر لاندنج، اللي هو اذا سوت او الاي لاندنج، اذا سوت روزالينا اي اريال من ارييالاتها قبل لا تحوش الارض قبل لا يصير انيشيت حق الاريال تقدر هي تنزل من دون اي نوع من انواع اللاج، ولكن اللومه تطلع الحركه. فهذه اشياء جدا مهمه عشان الواحد يفهمها لما يباري روزالينا. حاليا اشوف في امزي قاعد يحاول يرد الجيم، بس اسمعوا ما شاء الله عليه مسيطر قاعد يلعب الزونينج جيم. دومي شويه متاخره يعني، وكان في حل ثاني انه كان يقدر يقرب اللومه منه يعطي ظهره حق خصمه ويصد. هذه جدا جدا وايد حلوه يستخدمها دباز في اغلب الاوقات للتعامل مع الزونرز، بالذات انه اغلبهم يعني يحبون يستخدمون البروجكتاز مالتهم عشان الريكفر. ايش صار؟ نزل حيل حسافه والله عاد كان مسيطر في الجيم. عاده يعني يستخدمون طريقه الدفاع هذه علشان يحمون اللومه، ولكن يعني شويه سوى اوفر اكستند سعود توه مساع ما عليه. ومبروك حق بي ام زي صراحه، جيم جدا جدا رائع عجبني صراحه اداءه.